أخبار اليوم. كلها بتمر بأزمة، ولكن مصر تحديدا تبدو وكأنها واحة من الأمن والاستقرار بالنظر إلى الظروف التي تمر بها باقي الدول العربية في الفترة الحالية. احنا بنرحب بالإخوة العرب والأشقاء العرب في مصر، بلدهم الثاني، مصر هي بيتهم الثاني، نرحب بهم جميعا هم وأسرهم في هذه البلد الآمنة المطمئنة. سنمر جميعا من هذه الكبوة والأزمة. المسافرين في العالم لن يتوقفوا عن السفر، محدش بيتوقف عن السفر، أحداث الإرهاب وإلى آخره تلم بالعالم كله، ولكن إن شاء الله نقدر نعدي من الأزمة دي. بندعو كافة السياح من أنحاء العالم للقدوم إلى مصر ومساندة مصر بلدهم الثاني، وكذلك ندعو كافة السياح لزيارة مصر وخصوصا من الدول القريبة منا وعلى رأسها الدول العربية. ماذا فعلتم يا فندم في الأزمة الخارجية الخاصة بالطائرة الروسية أو حركة السياحة المتوقفة من قبل بريطانيا وقبل الدول الأخرى، ماذا فعلتم؟ احنا دلوقتي الحقيقة على تواصل مع كبار صانعي القرار السياحي في العالم، وخصوصا في على تواصل وتنسيق دائم مع وزارة الخارجية المصرية وكذلك وزارة الطيران. احنا بننسق على أعلى مستوى مع متخذي وصانعي القرار في الدول الأوروبية، وخصوصا صانعي القرار في روسيا وصانعي القرار في بريطانيا وشركائنا في أوروبا. احنا دلوقتي بننتظر نتيجة التحقيقات، نرجو ألا يستبق يعني الناس نتيجة التحقيقات والإعلان عن حاجات مش معلنة لحد دلوقتي. بنقول أنها أزمة هتعدي، ونحن نسعى أنه نؤكد للجميع أنه مطاراتنا آمنة، وإذا استدعى الموضوع اتخاذ إجراءات احتياطية زيادة هنقوم بها.